صباحكم سعيد مجددا أعزائنا المشاهدين، بهذه الطاقة الإيجابية وبهذه الصباحات الطيبة نستكمل فقراتنا لليوم، كما أشرنا أيضا باستعراض الفقرات صباحا فقرة على غاية من الأهمية لكن بإضاءة صباحية بالوقت المتاح لنا، ويتعلق بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وسأكرر نفسي هنا أيضا بما يتعلق بهذه التسمية، وأصاب من تحدث عن الأصل النزاهة سبقت الفساد، والفساد نعتبره دائما هو الاستثناء. لكن سنتحدث اليوم عن مديرية على غاية بالأهمية من خلال مديرها بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. راح نتحدث عن مدير حماية أو دائرة حماية المبلغين والشهود، وهذا موضوع على غاية الأهمية ويهم من يتابعنا الآن على شاشة التلفزيون الأردني. الأستاذ رياض أبو وندي، أسعد الله صباحك سيدي. صباح الخير يا سيدي. دائرة أو مديرية وحدة حماية المبلغين والشهود، نعم. وحدة على غاية الأهمية، نعم. وأنا تحدثت بإضاءات صباحية وبمعلومات عامة، قد يكون هناك ريبة، قد يكون هناك تخوف نوعا ما من الأفراد، من العاملين، من المواطنين ككل، سواء بالقطاع العام بالقطاع الخاص، في حال كان هناك تجاوز معين، إشكالية معينة، وثائق قد تكون بحوزته، أنه أنا إذا تقدمت بها إلى الهيئة هل سيكون لي حماية؟ وهنا يأتي سؤالنا الأول، ما هي وحدة حماية المبلغين والشهود؟ يا سيدي، أول شيء صباح الخير لكم وشكرا للتلفزيون الأردني على هذه الاستضافة في هذا الموضوع الهام. صحيح أنه وحدة حماية الشهود والمبلغين تأسست في عام 2015 سندا لنظام حماية الشهود والمبلغين الصادر بمقتضى قانون النزاهة ومكافحة الفساد. الصحيح أنه حماية المبلغين والشهود هي من الضمانات الواقعية والقانونية لعملية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. القانون النزاهة ومكافحة الفساد أسس بمواد قانونية واضحة ومحكمة أسس الحماية وشروطها القانونية، وجاء النظام ليفصل التفصيلات والإجراءات العملية لهذه الحماية. الصحيح الحماية التي تقدمها الهيئة من خلال وحدة حماية الشهود والمبلغين هي على نوعين، حماية مادية والحماية القانونية. الحماية المادية المقصود فيها الحماية من الاستهداف الشخصي أو الاعتداء الجسدي، بالإيذاء، بالتهديد بالمساس بشخص، بشخص المبلغ الشاهد. الحماية القانونية هي الحماية من الإجراءات التعسفية التي قد تصدر بحق المبلغ أو الشاهد أو المخبر في دائرته، في مؤسسته، من نقل، من عقوبة، من أي إجراء تعسفي. الصحيح نتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الشفافية ومنتهى المهنية. أي شخص عنده معلومات أو عنده وثائق تتعلق بوقائع فساد لا يتردد، ونشجع على أن ونحث على أن يقدم هذه الوثائق والمعلومات للهيئة. وإذا كان في تخوف من استهدافه، سواء استهدافه بشكل شخصي بالإيذاء أو استهدافه بشكل وظيفي، على بشكل وظيفي، الهيئة ومن خلال الوحدة لدينا إجراءات قانونية تكفل أعلى درجات الحماية لهذا الشخص. وبالمناسبة إحنا يعني بال 2015 تقدم لنا 29 طلب حماية، منح منهم تقريبا بحدود ال 18 طلب منح منهم الحماية. سنة 2016 السنة الفائتة تقدم لنا حوالي 50 طلب حماية، منح منها 30 طلب حماية بالموافقة. كيف تتم الحماية هنا أستاذ رياض؟ نعم. في حال تقدمت بالطلب وتم الموافقة، نعم، عليه كما تفضلت، نعم، سواء العاملين بالقطاع العام، نعم، أو الخاص. نعم يا سيدي، أعطيك يعني مثال واقعي. بدون تقدم أحد الأشخاص مثلا وهي حالة يعني حصلت بمعلومات عن وقائع فساد في إحدى الدوائر أو الوزارات، وبمجرد علم وزارته أو مسؤوله المباشر قام باتخاذ إجراء بنقل تعسفي، نقل مكان مبني على على الأسس المرعية، يعني مبني على الأسس لكن دوافعه شخصية. فإحنا في هاي الحالة بنأخذ الموضوع كقضية تحقيقية، نجمع أدلة، قرائن، ملابسات، نأخذ إفادات، وبالتالي حتى تتكون الصورة بشكل واضح.
الشيء المهم هون انه احيانا يكون القرار اللي احنا بنسميه تعسفي يكون صحيح بموجب نظام الخدمه المدنيه او انظمه الموظفين، لكن انت اشرت الى الدوافع. نبحث يعني عن الدافع، والصحيح انه كمان الشيء المميز بهذا الموضوع انه القانون وضع عقوبه رادعه في حال ثبوت الاساءه. جريمه الاساءه او جرم الاساءه لمبلغ او شاهد او مخبر عقوبته سنه بالحد الادنى، سنه بالحد الادنى. فعبر التحقيق وعبر جمع الأدلة والقراءة نستطيع الوقوف على الدوافع التي أدت لإصدار القرار، وبالتالي نقوم باتخاذ إجراءات إما بمخاطبة الدائرة أو بتحويل الشخص المسيء أو مرتكب هذا الجرم إلى القضاء. هذا من باب زيادة ورفع الوعي لمن يشاهدك الآن عبر شاشة التلفزيون الأردني بما يتعلق بحماية الشهود والمبلغين في حال كان هناك أي تجاوزات أي شكوك أنه يكون في حالة فساد من هنا ومن هناك. الآن وسائل الإعلام لعبت دورا مهما وعلى غاية من الأهمية بإيصال معلومة دون يعني عنا من خلال أيضا متابعتكم لوسائل الإعلام المختلفة، مقروء، مسموع، مرئي، لكن نتحدث عن وسائل الإعلام المهنية تحديدا التي تتحدث بوقائع وبإثباتات بشكل مباشر بعيدا عن الإشاعة وبعيدا عن الإساءة إلى رموز وطنية واغتيال الشخصية وإلى مؤسسات بحد ذاتها. يا سيدي احنا يعني وسائل الإعلام اليوم صارت محرك للرأي العام، ويعني خلينا نقول تعطي إضاءة وكاشف لكثير من الوقائع في المجتمع وفي الحياة. تبحث عن الحقيقة. تبحث عن الحقيقة صحيح. الهيئة عندها رصد لوسائل الإعلام، ويوميا يصدر تقرير بكل ما ينشر عليها من وقائع وملابسات تتعلق بعملنا في الهيئة. الشيء المهم انه احب ارجع لموضوع الحماية الأشخاص اللي بيطلبوها. يستطيع الشخص أن يقدم أي معلومة للهيئة بدون أن يذكر اسمه، يجوز. وهذا عمل تقوم به وحدة حماية شهود المبلغين، يجوز أن يقدم أي معلومات مهما كانت دون أن يذكر اسمه. أو متاح هذا الشيء؟ متاح طبعا. يعني يراجع الوحدة عنا بعد ما يبلغ دائرة التحقيق بالهيئة بأنه عنده معلومات، يراجع الوحدة ويتم استبدال اسمه بترميز ورقم ليتم حتى تداول اسمه داخل الهيئة أثناء التحقيق برمز أو باسم حتى لا يعرف من هو. وفي حال أنه استطاع شخص من إدارته أو المرجعيات الإدارية معرفة أنه هذا قدم المعلومات، نعود يعني الطريقة اللي حكيت لك عنها أنه الأسس القانونية للحماية من خلال التحقيق وجمع القرائن والأدلة. هذا شيء. وأعود لموضوع الإعلام، زي ما تفضلت حضرتك الإعلام اللي الملتزم اللي يبحث عن الحقيقة، وكل إعلامنا الحمد لله بهذا الشكل في رصد يومي من الهيئة كل ما ينشر على الإعلام ونتفاعل معه بكل سرعة وبكل مهنية. جميل. بسؤالنا الأخير، على سبيل المثال إذا كان هناك تغاضي عن مخالفة عن تجاوز تعنى بأي شخص، بأي شخص بصفته الاعتبارية، أنا راح أتحدث سواء كان بالوظيفة العامة أو بالقطاع الخاص، وكان هناك تباطؤ أو عدم تنفيذ لإزالة هذا التجاوز أو اتخاذ إجراء من خلال الموظف العام نتيجة الصفة الاعتبارية التي يملكها المخالف على سبيل المثال، ما هي، أنا بضرب مثال واقع الآن، ما هي التعامل مع مثل هذه المخالفات أو التجاوزات أستاذ رياض؟ يعني القصد بأنه إذا كان في قرار أو بتصحيح في تصحيح تصحيح تجاوز من جهة معينة على سبيل المثال وتم التغاضي عنه لأنه هذا التجاوز هو صاحبه شخصية اعتبارية، فما هي التعامل على سبيل المثال بهذه الحالات؟ قد تكون هذه النقاط أكثر النقاط التي تهم المواطن ويتخوف منها في حال تمرير المعلومة. يا سيدي أولا إحنا نستند بشكل رئيسي لقانون الهيئة ونظام حماية شهود المبلغين في هذا المجال، لكن أيضا هناك نصوص في قانون العقوبات وفي بعض التشريعات الأخرى الهيئة تقوم على تطبيقها وإنفاذها. الآن إذا كان في قرار صدر بتصحيح إجراء معين وتلكأ أو تباطأ المسؤول أو صاحب القرار بالتصحيح عن هذا القرار، أيضا تتدخل الهيئة لأنه هذا بحد ذاته يعتبر جرم مستقل، عدم مثلا تطبيق قرار قضائي أو عدم تنفيذ إجراءات إدارية كان من الواجب عليه أن يتخذها، وهذا يدخل في باب إساءة استعمال السلطة يعني، فهو جرم. وبالتالي يستطيع أي شخص إذا توفرت الشرائط القانونية لأي جرم
الهيئة تتدخل وتحيل الأمر للقضاء ليقول كلمته في أنا بدي أشكرك لتواجدك معنا بهذه الصباحات الطيبة، أيضا إضاءة صباحية على هيئة النزاهة تحديدا، أنا بتحدث ما بين هلالين لأنه الاستثناء هو الفساد، وكل الشكر على جهودكم القيمة والنوعية للمحافظة على المال العام وللمحافظة أيضا على سير العمل أينما وجد بالقطاع العام بالقطاع الخاص. فيعطيك الصحة والعافية الأستاذ رياض أبو وندي مدير وحدة حماية المبلغين والشهود بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.